المنتج اليهودي او الاسرائيلي لما انت عم تشتري وعرفان انه عم يروح مرابحه لليهود وللجيش الاسرائيلي، فانت منهم يا حبيبي. لساعتكم عاملين لي اياها، عملتوا لي اياها موضه بعدين الغيتوها. انت صرت منهم لما عم تشتري وعرفان انه عم اهلك بغزه وفلسطين عم يتقتلوا. الدور جاينا كلياتنا، جهز حالك وجهز عيالك لهذا الامر. كلياتنا رح يجينا الدور، ما دام خذلنا اهل غزه فرح يجينا الدور. ابشر، لساعتك عامل ليها كنت موضه وبعدين هسه بلشت تشتروا سيارات عم تتحمل من هون من هاي المنطقه التجاريه. اتقوا الله يا جماعه، في ناس عم تشتغل الى الان بتجارتها وبتجاره الجمله ما قاطعت، ولسه بلشت الناس شوي شوي تشتري. اول شيء بنتقي الله، ثاني شيء اذا اشتريت منهم فانت منهم يا حبيبي. يعني والله الكلام ما بعرف شو بدي احكي. عرفان انه هاي المرابح عم تروح لقتل اهلك ولساتك عم تشتري، وشو بدي اساوي؟ ما في احسن منه، ما في احسن من هذا الصنف بينظف الاواعي. يعني بديت اواعيك على دماء اخوانك لهالدرجه وصلت فيك الحال؟